النهارده ان شاء الله هنتكلم على الكوانتم كي ديستريبيوشن، او يعني في عندنا بروتوكولز كتير، لكن اولهم اول واحد ظهر وده اللي هنتكلم عليه النهارده. وهنقول طبعا في الاخر ما له وما عليه، ويعني الدايركشنز ماشيه ازاي في الموضوع ده بعد كده. لكن اللي احنا هنتكلم عليه النهارده معروف كده علميا باسم بي بي اي تي 4 بروتوكول. دول اسماء الاثنين علماء اللي اخترعوا هذا البروتوكول، و84 دي سنة اللي اخترعوا فيها برضه أو نشروا فيها الورقة البحثية دي. يمكن ده أساس موضوع الكوانتم كي ديستريبيوشن. لكن خلينا نفهم قبل ما نفهم بس الموضوع الكوانتم، عايزين نحكي قصة صغيرة كده عن الكلاسيكال، الكلاسيكال بروبلم، أو عموما الموضوع الكريبتوغرافي. موضوع التشفير عبارة عن إيه؟ موضوع التشفير هو موضوع يعني كبير جدا وضخم جدا، ويعني ذو أهمية قصوى، خصوصا يعني في عالم الكوميونيكيشن الكبير اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فموضوع التشفير هو موضوع اسينشال في حياتنا بشكل او باخر. الفكره الاساسيه ايه؟ الفكره الاساسيه ان البروبلم اللي احنا دايما بنحاول نحلها، ان في دايما عندنا كده اتنين عايزين يتكلموا، اليس وبوب. دايما كده بيقول لك السندر والريسيفر، واحده اسمها اليس وواحد اسمه بوب، الاتنين دول عايزين يتكلموا، او اليس عايزه تبعت رساله لبوب، ولكن قناة الاتصال اللي ما بينهم بتكون دايما قناة بابليك او قناة انسيكيورد. كلمة بابليك او اوبن شانل دي معناها ان هي انسيكيورد، اي حد يقدر اي حد يقدر يتجسس عليها، او يقدر يسمع الرسالة او ياخد كوبي من الرسالة اللي بتبعت من اليس لبوب. وبالتالي المشكلة الاساسية ان اليس وبوب بينهم وبين بعض انسيكيورد شانل. اليس عايزة تبعت رسالة لبوب، لكن دايما كده في النص في ايف عايزه عايزه تتجسس، عايزه تعرف ايه اللي بيتقال ما بينهم. فالفكره من الكريبتوغرافي عموما انه يسمح لاليس انها تبعت رساله على البابليك شانل تو بوب، ولكن هذه الرساله تكون مشفره، بحيث لو ايف حاولت تاخد نسخه من الرساله ما تعرفش ايه اللي موجود فيها، الا لو معاها طبعا مفتاح الشفره او كسرت الشفره او وات ايفر بقى الايه اللي هي هتعمله عشان تعرف تفهم محتوى الرساله دي. دايما فكره الكريبتوغرافي ان انا عندي فانكشن، والفانكشن دي تو واي فانكشن. يعني ايه تو واي فانكشن؟ يعني فانكشن بستخدمها في التشفير، وفانكشن بستخدمها في فك الشفره. ودايما الاثنين المفروض ان هم يبقوا عكس بعض، عشان الرساله يعني نفك الشفره بتاعتها بشكل كامل، ما يحصلش اي لبس وانا بعمل فك التشفير. بالتالي هي دي الفكرة العامة في موضوع الكريبتوغرافي. في عندنا يعني كورسات، وفي عندنا تخصصات، وموضوع السايبر سكيورتي يعني ظهر دلوقتي بقوة. ففي عندنا موضوع ده موضوع يعني مستمر ومهم جدا. أول فكرة، أو بلاش أول فكرة طبعا، يعني لا، في أفكار كتير جدا من زمان، من أول يوليوس قيصر ما بدأ يعمل عملية التشفير، إن هو يعمل شيفت في الليترز. يعني كانت اول شفره ظهرت في التاريخ، او يعني التاريخ المقصود، يعني ان كان يوليوس قيصر كده يمسك الحروف بتاعت الرساله، ويقول لك انا هعمل لها شيفت عدد معين من الحروف. يعني مثلا الاي تبقى بي، البي تبقى سي، سي تبقى دي. وبالتالي اللي يقرا الرساله ما يفهمش حاجه الا لو عارف الحرف ده حصل له شيفتنج كم حرف. ممكن الحرف يحصل له شيفتنج 3 حروف، الحرف يحصل له شيفت anyway. يعني دي قصه طويله جدا، لكن انا عايز اكلمكم على من اشهر الطرق المستخدمه في الانكريبشن لغايه النهارده، حاجه اسمها السيمتريك انكريبشن. انا هنا بتكلم كلاسيكال خالص يا جماعه، انا عايز بس افهم الاول المشكله من ناحيه الكلاسيكال، وازاي احنا هنحاول نحلها من ناحيه الكوانتم. فالفكره ايه في الكلاسيكال انكريبشن؟ ان في عندي اليس وفي عندي بوب. اليس عايزه تبعت رساله اللي هي المسج دي لبوب، فهي هتعمل ايه؟ هي عندها كي، عندها مفتاح كده هتستخدمه في التشفير، واقول لكم حالا العمليه دي بتتم ازاي. فهي بتمسك الكي وبتمسك المسج، بتضمهم مع بعض بعمليه معينه، وبالتالي بيطلع لها رساله بيطلع لها رساله مشفره تبعتها لبوب. بوب المفروض بناء على الانكريبشن او السيمتريك انكريبشن ده، بوب عنده نفس الكي هيستخدمه ان هو يعمل ديكريبشن، وبالتالي تطلع له تطلع له رساله مشفره. مين اللي معهوش الكي؟ ايفل في النص، وبالتالي هي الوحيده اللي مش هتقدر ان هي تفهم الرساله دي المقصود بيها ايه. الفكره من السيمتريك انكريبشن، وخد بالكم تاني، السيمتريك انكريبشن ده مازال مستخدم كتير جدا دلوقتي، بس خلينا نفهم هو بيشتغل ازاي.
الفكرة ايه؟ الفكرة ان أليس عندها مسج، ودايما المسج عندنا باينري، فعندها مسج مثلا 0 1 0 0 1 0 1 1، عندها مسج. الكي دايما بيكون of the same size of the message. يعني لو انا عندي مثلا مسج عبارة عن 8 بيتس، فانا محتاج كي اللي هو مفتاح الشفرة بقى يكون 8 بيتس كمان. خلاص، الكي ده ليه مواصفات معينة هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن خلينا نفهم. انا دلوقتي عندي مسج وعندي كي، طيب هشفر ازاي؟ الفكرة من السيمتريك انكريبشن ان حضرتك مجرد ان انت هتعمل اكز اور بتوين البيتس بتاعت الكي والبيتس بتاعت المسج. فتعالوا كده نعمل اكز اور، 0 مع 1 هتطلع 1، 1 مع 0 هتطلع 1، 0 0 0 1 0 وهكذا. وبالتالي ايه الرساله اللي بالاحمر دي؟ هي دي رساله مشفره. حضرتك لما تقارن ما بين الباينري بتاعها وما بين الباينري بتاعت المسج هتلاقي ان هم خلاص مختلفين كده. الرساله بقت ايه؟ الرساله بقت مشفره. تقوم أليس تعمل ايه؟ أليس تمسك بقى الرساله المشفره اللي هي الانكريبتد مسج دي وتبعتها لبوب اوفر بابليك شانل. خلاص ايه؟ الرساله بالنسبه لي مشفره. الرساله دي المفروض ان هي هتوصل لبوب، يبقى نفس الباينري اللي فوق ده اللي هو 1 1 0 و 3 1 0 1، نفس الرساله دي عند بوب. بوب المفروض ان عنده نفس النسخه من الكي اللي هيستخدم في التشفير. الميزه هنا ان الكي مش هي ميزه وعيب في نفس الوقت، ولكن الفكره هنا ان الكي المستخدم في التشفير هيبقى هو نفس الكي اللي هستخدمه في فك الايه؟ هستخدمه في فك الشفره. وبالتالي سيادتك كده قارن بين الكي اللي موجود هنا والكي اللي موجود عند بوب. وبالتالي بوب هيعمل ايه؟ هيرجع يعمل تاني اكز اور بين الانكريبتد مسج والكي. فسيادتك لو جربت كده 1 1 0 1 0 1 0 0 0 هتكمل الاوبريشن دي لغايه الاخر، سيادتك هتلاقي ان الرساله اللي وصلت لبوب في الاخر هي نفس الرساله اللي كانت عند مين؟ اللي كانت عند أليس. خلاص، دي الفكره اللي بيسموها السيمتريك انكريبشن، ان يبقى الكي اللي عند السندر هو نفس الكي اللي عند الريسيفر، الكي اللي بستخدمه فور انكريبشن هو نفس الكي اللي بستخدمه عند الايه؟ عند الديكريبشن. المشكله الوحيده في طريقه التشفير دي ان لازم السندر والريسيفر أليس وبوب يتبادلوا الكي بشكل مؤمن قبل ما يبداوا عمليه الكوميونيكيشن. يعني ايه؟ يعني لازم الاثنين كده يتقابلوا ايه؟ يتقابلوا مع بعض كده في مكان امن، يعني يتفقوا على الكي اللي هيستخدم وقبل ما يبداوا عمليه الايه؟ عمليه الكوميونيكيشن دي. وبالتالي فكره السيمتريك انكريبشن هي فكره امنه تماما، بس مشكلتها ايه؟ مشكلتها في تبادل الكي دي. اتنين، مشكلتها ان الكي ده لازم يستخدم مره واحده، حاجه اسمها الوان تايم باد كي او الاو تي بي. على فكره الاو تي بي ده حضرتك بتستخدمه كتير جدا دلوقتي لما سيادتك تيجي تعمل فيريفيكيشن، مش كده؟ سيادتك مثلا يبقى مثلا فورجيت باسورد، ولا سيادتك عندك عايز تدخل كده على اكونت ولا تعمل اي ترانزاكشن، يقوم الجهه اللي انت يعني انتوا اكيد عارفين اللي بتكلم عليه، البنك ولا الموقع ولا الوات ايفر، بيبعت لك كده حاجه اسمها او تي بي رقم. ولكن السكيورتي في الاو تي بي الحالي جاي من الاو تي بي ده يعني فاليد لمده مثلا 30 ثانيه او لمده دقيقه، لكن في الاخر هو بيتبعت على بابليك شانل. وبالتالي الفكره ان المسج دي عشان تبقى كومبليتلي سكيورد، واحد الكي ده لازم يستخدم مره واحده. يعني المفروض ان سيادتك احنا أليس وبوب مش هتبعت 8 بيتس بس، دي بتبعت رساله طويله جدا، ولا افترض الرساله دي فيها مثلا 10000 بت، فلازم يبقى هي معاها 10000 بت للكيس برضو، بحيث ان الكي لا يستخدم الا مره واحده. اتنين، لازم الكي ده يكون بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ يعني عدد الاصفار فيه ايكوال عدد الوحايد، بحيث لو ايف حاولت ان هي تو بريدكت او تقعد تتخيل كده شكل الكي، لو هي حطت هنا كل اصفار وبالتالي لن تحصل على اكتر من 50% صح من الايه ده، بفرض ان الكي هنا بالانسد. تعالوا كده هنشوف، انا والله ما انا عارف الكي ده بالانسد ولا لا. هنا عدد الوحايد ايه؟ عدد الوحايد 4 وعدد الاصفار 4، وبالتالي الكي ده بالنسبه لي بالانسد. لو كانت ايف في النص حاولت تخليهم كلهم وحايد، وبالتالي نص المسج بس اللي هتبقى ايه؟ اللي هتبقى صح. طب ولو خليتهم كلهم اصفار، نص المسج بس اللي هتبقى صح. دايما حكايه النص نص 50% 50% دي بتقول لي ان الشخص اللي بيحاول يتجسس في النص ما عندوش فرصه اكتر من راندوم جيس. عارفين كده الكوين لما نحذفها بالحظ هيد ولا تيل،
يبقى 50% دايما 50% 50% دي هي بتبقى المقياس بتاع السكيورتي بتاع اي بروتوكول موجود عندنا. خلاص، وبالتالي يبقى اول شرط الكي ان انا استخدمه مره واحده. تاني شرط للكي انه الاصفار والوحيد فيه يكونوا ايه؟ يكونوا بالانسد. المشكله ايه؟ المشكله بقى زي ما وايكل قال ان قال الشباب لازم يعملوا اكستشينج للكي بيفور كوميونيكيشن، يا اما أليس وبوب يتبادلوا الكي اوفر اوبن شانل، وبالتالي احنا كده ما عملناش حاجه، صح؟ خلاص كده الاوبن شانل، وبالتالي الناس كلها بقت عارفه الكي، او ان هم يتقابلوا فيس تو فيس، وده مش دايما ايه؟ وده مش دايما بوسيبل. على فكره الطريقه دي ما زالت مستخدمه حتى الان في الاجهزه الامنيه. يعني حضرتك كده الاجهزه الامنيه لما تحب تتبادل رسائل مشفره ما بتستخدمش الطريقه العاديه بتاعتنا بتاعه الانترنت والسكيورتي اللي بنستخدمها على الانترنت اللي هنتكلم عليه كمان شويه. لا ده تلاقي واحد كده طالع مثلا من مثلا سفاره من مثلا من ايه؟ وزاره الخارجيه عندنا في مصر، معاه شنطه، الشنطه دي فيها كي، فيها كده كي يكفي لتبادل الرسائل مثلا بتوين مصر وسفارتنا في لندن لمده شهر. عدد كي كبير جدا. وياخدها كده في شنطه، والشنطه دي تكون شنطه دبلوماسيه، وتلاقيه حاطط كده يعني كلبش في ايديه وفي الشنطه، اكيد شفت الحاجات دي في الافلام يعني، ويسافر بيها، يوصل بيها الناحيه الثانيه، تبدا تستخدم فور ايه؟ فور كوميونيكيشن. الطريقه دي 100% سكيور طالما الكي لا يستخدم الا مره واحده، وطالما الكي يكون ايه؟ يكون بالانسد. لكن لما نيجي نفكر طب احنا في الاونلاين ترانزاكشنز ازاي نعمل كده؟ يعني انت سيادتك عايز تعمل مثلا تشتري حاجه من امازون، فانت سيادتك عايز تستخدم الكريدت كارد بتاعك بشكل مؤمن، فلو احنا هنستخدم الطريقه دي في الاونلاين ترانزاكشنز على الانترنت، معنى كده ان حضرتك محتاج انك تروح لغايه امازون تقول لهم لو سمحت انا عايز الكي، يدوك الكي كده في مظروف مغلق، ترجع تاني لمصر وتبدا تشتري اللي انت عايزه. طبعا ده مش ايه؟ طبعا ده مش براكتيكال. وبالتالي كان الحل، كان البديل ان عشان اتنين يستخدموا كوميونيكيشن بهذا الشكل، كوميونيكيشن مؤمن بهذا الشكل من غير ما يعرفوا بعض، ظهر حاجه اسمها البابليك كي ديستريبيوشن. البابليك كي ديستريبيوشن بيستخدم تو ديفرنت كيز مختلفين خالص عن بعض. كي بيستخدم للتشفير، وكي بيستخدم لفك الشفره. التو كيز دول يعني ما فيش اي علاقه ما بينهم بشكل ايه؟ بشكل مباشر. لكن فعليا البابليك كي ديستريبيوشن ما عادش امن من اول ما بيتر شور عمل لنا الكوانتم الجوريزم اللي بيكسر بيه الايه؟ اللي بيكسر بيه البابليك كي ديستريبيوشن ده. فانا حابب بس قبل ما ادخل برضه في موضوع الكوانتم احكي لكم للي ما يعرفش موضوع الار اس اي او موضوع البابليك كي ديستريبيوشن اللي احنا بنستخدمه النهارده. الفكره ايه في البابليك كي ديستريبيوشن؟ على فكره البابليك كي ديستريبيوشن ده اللي بيستخدم في ال كده، بس ايه اكتب لكم نوت صغيره. البابليك كي ديستريبيوشن ده اللي بيسموه الار اس اي، الار اس اي الجوريزم، وده اللي احنا بنستخدمه النهارده علشان نامن بيه المواقع. حضرتك عارف كده الاتش تي تي بي اس اللي هي المواقع دي بتستخدم الجوريزم اسمه الار اس اي الجوريزم. الار اس اي الجوريزم ده جاي راجع كده للثلاثه علماء اللي اخترعوا لنا الالجوريزم ده. ويمكن في اول محاضره خالص في الانترودكشن خالص كنت فرجتكم كده فكره عن الار اس اي الجوريزم، لكن حابب برضو افرجكم حاجه صغيره عشان تعرفوا يعني ان احنا معتمدين في حياتنا بشكل كامل على الار اس اي ده. لو سيادتك فتحت اي موقع، تعرف الشاشه بتاعت جوجل ظهرت عندكم كده، لو سيادتك فتحت اي موقع كده اتش تي تي بي اس، فانت سيادتك هتلاقي فيه ايه؟ في قفل كده جنب اسم الموقع، معنى كده ان الموقع ده ايه؟ مشفر، مش كده؟ لو سيادتك ضغطت كده على القفل ده ورحت على حاجه اسمها كونكشن السكيور وضغطت عليها ورحت على حاجه اسمها السيرتيفيكت، هيظهر لحضرتك ايه؟ هيظهر لحضرتك حبه ارقام هنا. لو سيادتك دخلت على الديتيلز ودورت كده على السيرتيفيكت سيجنتشر الجوريزم، فهتلاقي ان الالجوريزم المستخدم هو الار اس اي انكريبشن. ولو سيادتك نزلت شويه كده يعني ايه، قعدت تدور في الانفورميشن دي، هتلاقي واحده فيهم هي دي اللي هي البابليك كي انفورميشن. لو سيادتك الرقم اللي موجود قدامنا ده الرقم برايم نمبرز، او دي الكيز، مش دي البرايم نمبرز، ولكن دي الكيز المستخدمه في التشفير اللي هنحكيه دلوقتي.
خلاص، وبالتالي احنا معتمدين في حياتنا فعليا على موضوع الار اس اي ده بشكل كبير قوي. فكره الار اس اي ايه؟ فكره الار اس اي ان الريسيفر اللي هو بوب عنده برنامج صغير كده بيجنريت كيز، في عنده حاجه اسمها الكي جنريتور، وده موجود على جهازك على فكره وكل الاجهزه المتوصله بالانترنت، في عندنا حاجه اسمها الكي جنريتور. الكي جنريتور ده بيجنريت نوعين من الكيز، وكلمه كي لما اقولها هنا هي شويه ارقام، شويه انتجرز، هقول لكم عليها دلوقتي، ولكن هي في الاخر شويه انتجرز. فالكي جنريتور ده بيجنريت نوعين من الكيز، كيز بسميها البرايفت كي، وكي كيز ثانيه بسميها البابليك كيز. البرايفت كيز المفروض ان بوب يحتفظ بيها وما يبلغش بيها حد، لكن البابليك كي دي بتبقى معلنه للكل، اي حد يقدر ان هو يشوفها حتى لو كانت يعني ايف نفسها. يعني ايف نفسها تقدر ايه؟ ها؟ ايف نفسها تقدر تاخد نسخه من الايه؟ تقدر تاخد نسخه من البابليك كيز دي. وبالتالي بوب بيعلن يا جماعه لو اي حد عايز يبعت لي رساله مشفره يستخدم الارقام اللي هي الايه؟ الارقام البابليك كيز دي. وبالتالي ايف ممكن يبقى عندها نسخه، واليس كمان عندها نسخه، وبالتالي اليس دلوقتي هي اللي عايزه تبعت رساله لبوب. اليس هتستخدم البابليك كيز دي في عمليه معينه هوريها لكم دلوقتي عشان تعمل عمليه الانكريبشن، تمسك البابليك كي مع المسج وتعمل عمليه الانكريبشن، كده الرساله بقت ايه؟ الرساله بقت مشفره. خد بالك ان البابليك كيز بستخدمها فقط ان انا اشفر الرساله، ما ينفعش استخدم البابليك كيز عشان افك الشفره بتاعت الرساله دي. وبالتالي لو اليس شخصيا فقدت الرساله الرساله الاصليه اللي هي البلين مسج، هي نفسها ما تعرفش تفك الشفره. تخيل كده رسالتك عندك تو فلاش، فلاش فيه الرساله الطبيعيه وفلاش فيه الرساله المشفره. لو سيادتك فقدت الفلاشه اللي عليها الرساله الطبيعيه، سيادتك ما تقدرش تستخدم البابليك كي ده علشان تفك الشفره دي، انت سيادتك تستخدمها للتشفير فقط. طيب اليس دلوقتي هتبعت الرساله المشفره دي لبوب. بوب يستخدم البرايفت كيز اللي مش هيبلغ بيها حد علشان يفك بيها الشفره، وبالتالي يطلع الايه؟ وبالتالي يطلع المسج. هي دي الفكره من البابليك كي ديستريبيوشن. خد بالك لما حضرتك تكون على الانترنت انت سندر وريسيفر في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا انت دلوقتي متصل بفيسبوك ولا متصل بامازون ولا اي موقع HTTPS، انت حضرتك جهازك بيعلن البابليك كيز اللي لو حد عايز يبعت لك رساله مشفره يستخدم الكيز دي، وكذلك الموقع الثاني اللي سيادتك بتتعامل معاه بيكون عنده البابليك كيز بتاعته، اللي لو حضرتك عايز تبعت له رساله بتستخدم الكيز دي، وبالتالي كلنا عندنا بابليك كيز وكلنا عندنا برايفت كيز. اللي عايز يبعت لي رساله يستخدم البابليك كيز بتاعتي، لو انا عايز ابعت لحد رساله استخدم البابليك كيز بتاعته، وكل واحد فقط باستخدام البرايفت كيز هو اللي قادر ان هو يفك الايه؟ اللي يفك الشفره. الفكره بتاعت البابليك كي ديستريبيوشن انا مش هدخل في تفاصيلها، لكن لو انت انترستد ممكن ابعت لكم كده مجموعه فيديوهات تتعلموها بشكل مفصل، يعني لان يعني الموضوع ده بيعتمد على النمبر ثيوري، يعني هي ثلاث اربع محاضرات كده، اللي حابب يبعت لي كده وانا بعت له المحاضرات بتاعت الموضوع ده بالتفصيل. لكن فكره البروبلم دي في الاساس بتعتمد على الايه؟ بتعتمد على البروبلم اللي هي بتاعت الانتجر فاكتورايزيشن بروبلم اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده. ان حضرتك بيبقى عندك رقم برايم بي مالتبلايد باي رقم برايم كيو وحضرتك بيطلع لك ان، وصعب جدا ان احنا لو انا عندي ان ده ان انا اوصل لايه؟ اوصل للبي والكيو، دي بتبقى بروبلم ان بي بروبلم. ان بي بروبلم دي بتاخد لو تفتكروا كده في اول المحاضره بتاخد يعني مئات السنين عشان نقدر نجد الايه؟ نجد البي والكيو لو حضرتك اديتني الان. لو تفتكروا كده كنت حكيت لكم على البروبلم بتاعه الار اس اي 129، دي كانت اول كود، دي كانت ان، بس الان دي كان طولها 129 ديجيت، والناس الثلاثه علماء اللي هم نشروا الرقم ده تحدوا الناس ساعتها، يا جماعه ادي رقم طوله 129، مين يقدر يجد البي والكيو اللي حاصل ضربهم الرقم ده؟ لو تفتكروا كده القصه دي قعدت من سنه حاجه و70 لسنه حاجه و90، وفي الاخر قدرنا نجد البي والكيو باستخدام كان كام؟ 1600 كمبيوتر شغالين متواصل لمده 8 شهور. الالجوريزم بتاعنا يعني السكيورتي بتاعته جايه من ايه؟ السكيورتي بتاعته جايه من ان انا ما اقدرش اعمل الفاكتورايزيشن بشكل ايه؟
بشكل سريع. الفكرة ايه؟ الكيز بقى، البرايفت كيز والبابليك كيز دي بتتحسب ازاي؟ فيعني ده كده ملخص سريع، انا مش هسألكم فيها يعني، دي خارج الكورس، سيادتكم اعتبروها كده يعني معلومات عامة، ولو حضرتك عايز تفهم اصل الموضوع ده زي ما بقول لكم كده بلغوني وانا بعتها لكم، تبقى سيلف ريدنج يعني. الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا ببدأ عشان اطلع الكيز بقى، سواء البرايفت سواء البابليك. الفكرة ان انا ببدأ بتو لارج برايم نمبرز، وكل ما تكون ارقام البرايم نمبرز دي كبيرة كل ما كانت السكيورتي بتبقى اعلى. وزي ما قلت لك كده، في شركات وظيفتها ان هي بتدور على البرايم نمبرز وتبيعها كده لشركات الانترنت علشان تأمن بيها التشفير. بمسك البي والكيو دول اضربهم في بعض فبطلع الان. بمسك البي ماينس 1 والكيو ماينس 1 اضربهم في بعض بطلع رقم اسمه الام. يبقى انا عندي كام رقم لغايه دلوقتي؟ عندي البي وعندي الكيو وعندي الان وعندي الام، كل دي هي دي الكيز. ثم حضرتك هتدور على رقم اي بيحقق حاجه اسمها الكو برايم تو ام، يعني زي خلاص طلعت الام من الخطوه رقم 3، في الخطوه رقم 4 حضرتك هتدور على الانتجر تاني يكون كو برايم تو ام، يعني جريتست كومن ديفايزر بتوين الام والاي ده ايكوال 1، وبالتالي حضرتك كمان حسبت رقم كمان اسمه ايه؟ رقم كمان اسمه الاي. ثم حضرتك هتدور على انتجر كمان يحقق ان الانفرس مود ام تو اي يكون هو الانفرس مود ام تو اي، يعني ايه؟ يعني حاجه اسمها الكونجرنت دي اي تكون كونجرنت ل 1 مود ام، يعني بغض النظر ده رقم اخر، وبالتالي بقى عندي ايه؟ الارقام اللي موجوده حضرتك دي هي الكيز. خلاص البي والكيو والان والام والاي والدي هم دول كلهم الكيز. طيب الكيز مين فيهم برايفت مين فيهم بابليك؟ قال لحضرتك البابليك هو الاي والان، والبرايفت هو الدي والبي والكيو والام، كل دول حضرتك ايه؟ كل دول حضرتك تحتفظ بيهم في مكان امن. المعادله بتاعه التشفير لو حضرتك دلوقتي اي حد عايز يبعت لي رساله، انا هعلن الاي وهعلن الان، وهو عنده داتا معينه عايز يبعتها لي مشفره، ونفترض ان الداتا دي بنسميها البلين تكست اللي هي التكست الغير مشفره. الداتا دي هيرفعها تو ذا باور اي يعملها مود ان، تطلع لي حاجه اسمها السايفر تكست، دي الرساله الايه؟ الرساله المشفره. يبعت لي السي دي او السايفر تكست اوفر بابليك شانل، ما عنديش مشكله. ثم انا لما الداتا توصل لي همسك السايفر تكست اعملها تو ذا باور دي، ودي دي هي من البرايفت كيز اللي عندي، تو ذا باور دي مود ايه؟ مود ان، ترجع لي البلين تكست ايه؟ ترجع لي البلين تكست ايه؟ خلاص هي دي الفكره بتاعت التشفير بمنتهى الايه؟ بمنتهى البساطه. طبعا حضرتك بتعمل العمليه دي على كل على كل حرف عندك في رساله، يعني انت لو سيادتك عندك رساله كده مثلا هلو، فانت سيادتك هتمسك الاسكي بتاع الاتش، يبقى هو ده بالنسبه لي البي دلوقتي، وسيادتك تطلع لي الحرف المشفر يطلع اكس مثلا، سيادتك تمسك الاي الاسكي بتاع الاي تشفره يطلع مثلا ال، ال تطلع تي، ال تاني طبعا لازم هتبقى متكرره تطلع تي، الاتش يطلع مثلا ام، اي حاجه. وبالتالي دي بقت دي الرساله المشفره، وكل واحده من دول ليها اسكي. لما تروح عند الطرف التاني بقت هي دي دلوقتي السي اللي هي السايفر تكست، ده كده السي الاولاني، السي التاني، السي التالت، السي الرابع، كل واحده من دول ارفعها تو ذا باور دي مود ان تطلع لي الهالو تاني. خلاص؟ دي بمنتهى البساطه الفكره اللي بنستخدمها النهارده عشان نامن بيها الايه؟ نامن بيها المواقع بتاعتنا. واضح كده يا جماعه؟ طيب بس احنا اتفقنا ان العمليه دي لم تعد امنه، لان بيتر شور عمل لنا الالجوريزم اللي بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر اللي يقدر يعمل فاكتورايزيشن، يقدر يجد، لان حضرتك خد بالك ان الان ده معلن، وبالتالي لو حضرتك قدرت تجد البي والكيو اللي هما المفروض برايفت، المفروض ان هما سيكريت، وبالتالي اقدر احسب بقى كل الدي وكل الام، لان حضرتك تلاحظ كده كانت اول خطوه ان انا يبقى عندي البي والكيو، ومنهم بحسب كل الارقام الثانيه، وبالتالي لو قدرت اجد البي والكيو اللي هما سكرت من الان، وبالتالي كل حاجه ايه؟ كل حاجه اتشفرت. بيتر شور قال لك والله لو عندي الان انا اقدر اجد لك البي والكيو ان بولينوميال تايم، وبالتالي المشكله على الكلاسيكال كمبيوتر لم تعد ايه؟ لم تعد امنه. تعالوا بس اديكم مثال على حكايه الارقام دي بنعملها جنريشن ازاي. تخيل كده لو انا عندي البي مثلا ب7 والكيو ب19، دول 2 برايم نمبرز، ضربتهم مع بعض وبالتالي هيطلع لي 133، ده الان. بعد كده هضرب بي ماينس 1 وكيو ماينس 1،
طلع لي رقم 108، يبقى ده رقم انذر كي. يبقى انا كل الكيز اللي عندي هنا ايه؟ البي ب7 والكيو ب19 الان ب133 الام ب188، وهقعد اعمل شويه حسابات كده لغايه لما الاقي ان الاي ب5، وهقعد اعمل كمان شويه حسابات كده. لو انت حضرتك انترستد تعرف الحسابات دي بتتم ازاي وليه وايه اصلها الرياضي، ده موضوع اسمه النمبر ثيوري. فحضرتك في الاخر هتطلع الايه؟ هتطلع الدي ب65. دي كده الارقام اللي بتمثل الكي. خلاص انا همسك بقى الايه الارقام دي عشان اشفر. تخيل كده ان انا عندي مثلا حرف الاسكي بتاعه 6، فهدخل كده 6 تو ذا باور الاي اللي هي الخمسة، هيطلع لي رقم تاني 62. ده كده الحرف المشفر المقابل ل6 اندر الكيز دي. سيادتك هتمسك ال 62 ترفعها تو ذا باور الدي اللي هي كانت ب65، هيرجع لك الايه؟ هيرجع لك الستة تاني. خلاص هي دي كده الفكرة الايه؟ الفكرة المستخدمة في البابليك كي ديستريبيوشن اللي احنا معتمدين عليها واحنا بنتكلم دلوقتي. لكن الفكرة دي زي ما اتفقنا ما عادتش ايه؟ ما عادتش سيكيور اني مور، لان بيتر شور يعني كسر دينا الموضوع ده. فالناس بدأت تفكر في طريقة تانية نأمن بيها الداتا باستخدام البروبرتيز بتاعت الكوانتم ميكانكس اللي احنا بنسميها الكوانتم كي ديستريبيوشن. الفكرة ايه؟ الفكرة ان احنا هنرجع تاني للطريقة الاولانية بتاعت السيمتريك. فاكرين الطريقة بتاعت السيمتريك؟ ان احنا يبقى عندنا كي شوية باينرز كده، الباينر دي لو انا وانت مشتركين فيهم عارفين الباينرز المستخدمة، وبالتالي ممكن نستخدمها في التشفير بشكل آمن. لكن مشكلتها ايه؟ مشكلة الفكرة الاولانية ايه؟ ان احنا الاثنين لازم نتبادل فيس تو فيس علشان نتبادل الكي دي. ففكره الكوانتم كي ديستريبيوشن ان احنا نتبادل الكي ده بنفس الطريقه بتاعت السيمتريك الاولاني خالص، من غير ما نحتاج ان احنا نبقى عارفين بعض او ان احنا نتعامل مع بعض فيس تو فيس. الفكره بتعتمد على ايه؟ الفكره بتعتمد على شويه حاجات كده في الـ في الـ في الاوبتكس. فعايز احكي لكم بس قصه كده في الاوبتكس، ويعني الناس اللي ويز فيزيكال باك جراوند يعني انا عارف ان شهيتهم هتتفتح اول ما نفتح الموضوع ده، ويعني فخلينا نبدا ايه؟ نبدا نتكلم في الموضوع ده الاول. كلنا عارفين الفايبر اوبتكس او الاوبتيكال فايبر اللي احنا بنستخدمها النهارده فور كوميونيكيشن. دي ان انا بنقل الداتا اللي هي الباينري بتاعتنا العادي خالص من خلال نبضات ضوء اللي هي الفايبر اوبتكس. فخلينا بس يعني في فيديو 2 مينيت افرجكم الفكره دي بتتم ازاي. مش عارف هل في صوت ظاهر عندكم؟ طيب عشان بس يعني انا ممكن انا اعلق بقى وهو بيتكلم، يعني انا قلت لو صوت ظاهر عندكم انا مش هعلق، لو الصوت مش ظاهر فالفكره ان انا بيبقى عندي كيبل. الكيبل ده بيبقى فيه حاجه اسمها الكور، وبيبقى فيه حاجه تانية حاجه اسمها الكليدنج، ده بتبقى زي ايزوليتور كده عشان الاضاءه ما تخرجش، وفي حاجه اسمها البافر كوتينج. المفروض ان الاضاءه اللي هو الجزء اللي جوه ده بيبقى يعني من عشان سامع الصوت فاعمل لي انا ازعاج، ده بيبقى من ازاز او من بلاستيك، ولكن البلاستيك ده بيكون بيور على قد ما نقدر. وسيادتك بتبعت بس ضوء كده، الضوء ده بيبدا يحصل له ريفليكشن داخل الفايبر اوبتكس، والمفروض ان الزاويه بتاعه الريفليكشن بتكون محسوبه بحيث انها ما ترجعش. يعني حضرتك ممكن كده ايه الزاويه ترجع وبالتالي تلخبط، لا بتبقى الزاويه دايما محسوبه عن طريق حاجه اسمها ايه الريفراكتيف اندكس اوف كلادنج، يكون لزان الريفراكتيف اندكس اوف كور. يعني بغض النظر دي مش هتفرق معانا قوي، لكن حضرتك تقدر تتخيل كده ان الزاويه هنا عشان دايما الضوء يفضل يتحرك الى الامام، ان تبقى يعني الزاويه ما هياش زاويه صغيره، تكون يعني انت لو سيادتك عملت زاويه صغيره سيادتك هتبدا ايه؟ تبدا تاخد وقت طويل، وممكن يحصل انها ترجع بسبب الامبيورتيز اللي موجوده في الكوتينج. لا بيبقى عندنا زاويه معينه كده، وبالتالي انا ممكن ابعت اضاءه زي ليزر كده، ابعت اضاءه من خلال الايه؟ من خلال الفايبر اوبتكس ده. وعلى فكره الفايبر اوبتكس من العيوب بتاعته ان حضرتك ما تقدرش ان انت تعمل له بندنج بشكل كبير، يعني انت سيادتك بيبقى عندك الكيبل كده انت عايزه كده يبقى ماشي على قد ما تقدر خط مستقيم عشان الاضاءه فيه تتحرك بالشكل ده. لو انت سيادتك تنينه كده الفايبر اوبتكس قوي، وبالتالي اللي هيحصل كده ممكن ترجع تاني. وبالتالي يعني الفايبر اوبتكس بيبقى مناسب
للستريت دايركشنز، عشان كده ما بنستخدموش جوه البيوت، يبقى صعب قوي ان حضرتك بقى يعني عارف الباب والمش عارف ايه وتقعد تحركه وتدخله من هنا، وبالتالي البندنج فيه بيبقى يعني مش ايه مش محبذ، لانه ممكن يلخبط الداتا. خلاص دي فكره الايه، دي فكره الفايبر اوبتكس بمنتهى البساطه. بس بدل ما هنبعت اضاءه عاديه في الفايبر اوبتكس، انا هبعت حاجه اسمها بولارايزد لايت. ايه البولارايزد لايت؟ هو لايت مستقطب. فخلينا نفهم يعني ايه ان انا يبقى عندي اضاءه عاديه، او ان احنا نعمل لها حاجه اسمها بولارايزيشن. فده برضو ايه فيديو صغير كده بيفهمنا حكايه البولارايزيشن اوف لايت، لان هي دي اللي بنستخدمها في الكوانتم كوميونيكيشن بقى. الفكره ايه؟ الفكره ان حضرتك بيبقى في عندنا حاجه اسمها الدايركشن اوف بروباجيشن لللايت. ساعتها كان بيبقى في ضوء كده طالع من لمبه، وبالتالي بيبقى في اتجاه للايه؟ بيبقى في اتجاه للبروباجيشن، اللايت ده بيتحرك في اتجاه معين. الاتجاه ده الفوتونز وهي بتتحرك في الاتجاه ده، وبالتالي الفوتونز ليها تو بروبرتيز، هي يعني الفيزيكال بروبرتي بتاعها بيقول لك انها ممكن تتحرك از بارتكل او تتحرك از ويف. بيسموها الديوال بروبرتي بتاعه الفوتونز، وبالتالي هي بتتحرك ان اول دايركشنز في الشكل ده. تمام؟ لو حضرتك عديتها، بس خلينا بس ايه، لو حضرتك عديتها في مواد فيزيائيه معينه كده بنسميها البولارايزر. البولارايزر دي تبقى كريستالز معينه كده تقدر تعدي الضوء في اتجاه معين، بتعمل حاجه اسمها بولارايزيشن. عارفين عشان تحاول تتخيل فكره البولارايزيشن دي، كان في زمان كده في عندنا لعب اطفال، مسطره مثلا بتاعه اطفال، حضرتك لو حركتها بشكل يعني بسيط حضرتك بتبدا تشوف صورتين مختلفتين، صح؟ تلاقي الصوره بتتبدل قدامك، وتلاقي دايما السيرفس بتاعها عباره عن حاجه خشنه كده. دي بولارايزر، ان الضوء بيعدي في اتجاه معين. لما حضرتك تبص على المسطره كده في اتجاه معين تشوف رسمه، لو حركت الاتجاه الضوء في اتجاه اخر هو اللي بيعدي، وبالتالي سيادتك بتشوف ايه؟ بتشوف رسمه ثانيه خالص، دي بنسميها البولارايزر. وبالتالي لو سيادتك عندك اضاءه عاديه فوتون معدي، الفوتون في طبيعته زي ما حضرتك شايف كده هو بيتحرك في كل الاتجاهات in all directions، لكن لو عدى من البولارايزر ده، البولارايزر ده بيكون فيه فتحه معينه تسمح ان الفوتونز في نفس الاتجاه هي بس اللي تعدي، وبالتالي سيادتك شايف كده ان الفوتونز بعد ما عدت من البولارايزر على حسب اتجاه السليت اللي موجوده في البولارايزر، الفوتونز عدت في الاتجاه ده بس. لو حضرتك غيرت اتجاه البولارايزر، اتجاه الفوتونز اللي هتعدي هتبقى هي هي بس، لان حضرتك زي ما قلنا كده الفوتونز في كل اتجاه، الفوتونز اللي فقط في الاتجاه بتاع السليت دي هي بس اللي مسموح لها ان هي ايه؟ مسموح لها ان هي تعدي. عشان كده حضرتك حتى لو لاحظت، ويمكن القصه دي التجربه دي احنا بناخدها في يمكن سنه اولى في علوم مثلا في الفيزيكس، ان حضرتك بتلاقي ان الاضاءه الاساسيه اللي عندك، الاضاءه اللي بعد ما تعدي من السليت ده بتلاقي الاضاءه ضعفت، الاضاءه مش بنفس القوه الاساسيه. هو ايه اللي خلاها تضعف؟ اللي خلاها تضعف ان مش كل الفوتونز عدت، الفوتونز فقط البولاريزيشن بتاعها متوافق مع البولاريزيشن بتاع السليت، هي دي بس اللي ايه؟ هي دي اللي عدت، وبالتالي سيادتك بايه؟ بيبقى الاضاءه بتقل بسبب الموضوع ده. خلاص؟ طيب لو سيادتك بعد البولاريزر ده حطيت بولاريزر اخر، فالمفروض ان عدى من البولارايزر الاولاني بقت بولارايزد فوتونز ليها اتجاه معين. لو حضرتك البولارايزر الثاني واخد نفس الاتجاه بتاع البولارايزر الاولاني، الفوتونز هتعدي لان هي في نفس الايه؟ لان هي في نفس الاتجاه بتاعت البولارايزر كده. لكن لو حضرتك بدات تميل البولارايزر الثاني اللي هو البي ده في اي اتجاه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الفوتونز هتبدا تعمل حاجه اسمها كوانتم افكت، هنتفرج عليه كمان شويه. وهنبدا نحسبه بالحسابات كده واحده واحده، مش كل الفوتونز هتعدي، هتلاقي فيه ايه؟ الاضاءه ضعفت هنا بشكل معين، وهقول لكم ليه حالا. لو حضرتك خليت البولارايزر الثاني ده 90 درجه على البولارايزر الاولاني، مفيش اضاءه هتعدي خالص، لان البولارايزيشن هنا زي ما انت سيادتك شايف فيرتيكال، لو انا خليت البولارايزر الثاني ده هوريزونتال مفيش اضاءه هتعدي ايه؟ مفيش اضاءه خلاص، كده الاضاءه توقفت تماما، وبالتالي مفيش اي حاجه هتعدي من البولارايزر ده. دي الفكره بتاعت البولاريزيشن اوف لايت. قبل بس ما نكمل، في حد مش متخيل اللي انا عملته ده؟ تعال نفسر بقى الموضوع ده وليه مش كل الاضاءه بتعدي. الفكره ايه؟ الفكره ان حضرتك عندك الاول فوتون،
الفوتون طالما في كل الاتجاهات كده فده بنسميه unpolarized. يعني خلينا ايه اكتبها لكم كده عشان تفتكروها، الفوتون بالشكل ده هو unpolarized، ما هوش مستقطب بشكل او باخر. حضرتك عندك الاول الكريستال اللي احنا قلنا عليها دي، حضرتك تقدر تظبطها في اي اتجاه. احنا هنختار بقى لاغراض الكوانتم كي ديستريبيوشن اربع اتجاهات، يا اما اتجاه فيرتيكال، يا اما اتجاه هوريزونتال، يا اما اتجاه 45 درجه، يا اما اتجاه ناقص 45 درجه. ليه القصه دي؟ هقول لكم حالا. ولكن سيادتك هنستخدم الفيرتيكال سواء كده سواء كده تو انكود الداتا. انا هستخدم الاضاءه دلوقتي تو انكود الداتا، ان انا هقول لك الصفر ممكن اخليها فيرتيكال والواحد هي الهوريزونتال، لازم الاثنين يكونوا ايه اورثو نورمال على بعض، فاكرين كده الاورثوجوناليتي، الاثنين لازم يكونوا متعامدين على بعض. سيادتك ممكن تستخدم اي تو دايركشنز عشان انكود الصفر او الواحد، بس الزاويه بينهم بتكون ايه، الزاويه بينهم تكون 90 درجه. بس احنا هنستخدم دلوقتي لاغراض البروبابيليتي ان تكون الصفر يا اما فيرتيكال او زاويه 45 درجه، والواحد هتكون هوريزونتال او ناقص 45 درجه. طب خلاص، الطرف الثاني اللي هيستقبل الداتا هيكون عنده حاجه اسمها ميجرمنت بيزز، هيكون عنده اثنين. يبقى انت حضرتك وقت الانكودنج وانت بتبقى تبعت الداتا هتستخدم واحد من الاربعه دول، لكن اللي بيستقبل الداتا في الطرف الاخر هيكون عنده حاجه اسمها الميجرمنت بيزز. يعني خلي دول كده نكتب جنبهم الايه، نكتب جنبهم الميجرمنت بيزز. الميجرمنت بيزز بيكون فيهم فتحتين اورثوجونال على بعض، يا اما 90 وصفر يا اما 45 ناقص ايه، ناقص 45. طب انا هستفيد ايه من كده؟ الطرف اللي جاي له الداتا ما هوش عارف الداتا جايه له، هو جاي له مستني صفر او مستني واحد، وبالتالي هو مش عارف الصفر كده والواحد كده، وبالتالي هو بيستقبله بايه؟ بيستقبله بالميجرمنت بيزز دي، او بيستقبله بالميجرمنت بيزز دي بحيث ان الداتا في اي اتجاه لو هي متوافقه معاه هتبدا تعدي معاه. وبالتالي تخيل كده ان انا عندي ايه؟ عندي فوتون انبولارايزد وعديته على البولارايزر اللي هو الفيرتيكال ده. وبالتالي احنا لسه شايفين في الفيديو حالا ان فقط الفوتون اللي بيتحرك في الاتجاه ده هو اللي ايه، هو اللي هيعدي. الطرف الاخر لو استقبله بالبيزز دي، وبالتالي سيادتك شايف ان دي ايه، ها دي الفتحه بتاعتها متوافقه 100% مع الفتحه اللي في الميجرمنت بيزز دي، وبالتالي الفوتون هيعدي بشكل ايه، هيعدي بشكل كامل. لكن لو حضرتك عندك الفوتون بولارايزد في الاتجاه ده وانا استقبلته بميجرمنت بيزز 45 ناقص 45، اللي هيحصل بقى عندنا حاجه ايه؟ هيحصل عندنا حاجه غريبه جدا في الكوانتم. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو ببروبابيلتي 45 درجه بيتحول للبولاريزيشن ده، او with probability 50% بيتحول الى البولاريزيشن ده. الفكره من الموضوع ده ايه؟ ودي بقى يعني ايه؟ دي من الكوانتم بروبرتيز للفوتون. ان حضرتك لما يبقى عندك فوتون بالشكل ده خلاص، وحضرتك تستقبله with polarization او with measurement كده، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان حضرتك لو ايه، لو شفت كده الفوتون هيتصرف ازاي هنا، فالفوتون المفروض ان هو هيبدا اكن اتعمل له measurement، ولكن اتعملته measurement بشكل مخالف للشكل اللي عنده، وبالتالي هو بنسبه 50% هيتحرك في الاتجاه ده، او بنسبه 50% هيحول البولاريزيشن بتاعه في الاتجاه ده. لو حضرتك يعني عايز تفسر الموضوع ده ليه، فاكرين زمان كده كنا يعني في يمكن في ثانويه عامه كنا بناخد كده ان حضرتك لو عندك يعني في فورس، فالفورس دي بيبقى ليها محصلتين، محصله في الاتجاه ده ومحصله في الاتجاه ده، وبالتالي كان بيحصل لها حاجه اسمها ريزوليوشن، معرفش تفتكروا الكلام ده ولا لا، ان الفورس بيحصل لها تو ريزوليوشن. في الكوانتم ميكانكس الفوتون البولارايزد في الاتجاه ده لو قابلت ميجرمنت في الاتجاه ده، وبالتالي هي بتختار ان هي تبقى كده، او بتختار ان هي تبقى كده بنسبه 50% او بنسبه 50%. تفسير الكلام ده ايه؟ هقوله لكم حالا باي ايكويشن، لكن عايز حضرتك ايه؟ تتخيله. وبالتالي فعليا لو انا عندي فوتون في الاتجاه ده وقابل ميجرمنت بيز في الاتجاه ده، وبالتالي يا اما يعدي في الاتجاه ده يا اما يعدي في الاتجاه ده. خلاص؟ وبالتالي انا فعليا ما عدتش عارف الداتا اللي جايه اصلها ايه؟
اصلها صفر ولا اصلها واحد، صح؟ لان المفروض ان دي معناها ايه؟ دي معناها صفر، صح؟ لو عدت هنا واتقلبت كده فدي معناها ايه؟ دي معناها صفر برضو. طب ولو معناها كده معناها واحد. اذا انا ما عدتش عارف اوصل الداتا كان اصلها ايه. اعرف اوصل الداتا كان اصلها ايه بالظبط لو انا مستخدم الميجرمنت البيزز المتوافقه مع هذا الايه؟ مع هذا الفوتون. بس تعالوا افسر لكم ليه حكايه ال 50% 50% دي. يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ خليك فاكر، عندنا البولارايزر اللي عند السندر هستخدم الصفر بالاتجاه ده او 45 درجه، والواحد في الاتجاه الهورزونتال او ناقص 45 درجه، وهستقبلهم في المقابل بواحده من الاثنين دول. المفروض لو حضرتك يعني فاكر من ايام الـ لما كنا بناخد البيزز بتاعه الكوانتم، كان في عندنا الصفر والواحد والبلس والماينس، وكان ممكن ناخد كمان البلس اي والماينس اي، لكن احنا مش محتاجينه بحاجه هنا دلوقتي. يعني ممكن ايه افترض ان ال 45 درجه هي البلس اللي هي صفر زائد واحد، والناقص 45 درجه اللي هي الماينس اللي هي صفر ناقص ايه؟ صفر ناقص واحد. طيب انا بقول لحضرتك دلوقتي الاتي، لو انا عندي فوتون عدى من الميجرمنت بيزز دي هيعدي بنسبه 100%، عندي فوتون بولارايزد كده عدى من البيزز دي هيعدي برضو بنسبه 100%، لكن لو عندي فوتون بولارايزد 45 وعديته من البيزز دي فهيعدي من هنا بنسبه 50% بالشكل ده، او بنسبه 50% من الشكل ده. ليه؟ الفكره ايه؟ الفكره ان حضرتك بيبقى عندك فوتون ستيت، الفوتون ستيت ممكن تبقى واخده صفر او واحد او بلس او ماينس، الاربع اشكال اللي عندنا دول، لكن انا هستقبلهم بواحده من البيزز دي. الواحده من البيزز دي عشان اعرف ايه اللي هيعدي من الميجرمنت بيزز ببدا اشوف الديجري اوف سيميلاريتي بتوين الفوتون والميجرمنت بيزز اللي هي هتعدي منها. فاكرين الديجري اوف سيميلاريتي؟ كنا بنحسب ازاي الديجري اوف سيميلاريتي؟ بعمل انر برودكت. وبالتالي لو حضرتك عندك بلس وهتعدي من الميجرمنت بيزز اللي هي دي بنسميها الريكت لينير، خلينا نستخدم الايه؟ الاسماء الصح عشان ما نتلخبطش كتير. دي بنسميها حاجه اسمها الريكت لينير بيزز، ودي بنسميها الدايجونال بيزز. وبالتالي لو حضرتك عندك داتا على شكل البلس هتعدي من الريكت لينير بيزز، وبالتالي حضرتك لازم تشوف لي الديجري اوف سيميلاريتي بتوين البلس وبتوين الصفر والواحد. لو حضرتك عندك داتا صفر هتعدي من الميجرمنت بتاع ريكت لينير بيزز، حضرتك تقدر تعمل الديجري اوف سيميلاريتي بتوين الصفر والبيزز دي. يبقى حضرتك بتقول لي ايه الديجري اوف سيميلاريتي قد ايه؟ والله لو الديجري اوف سيميلاريتي 100% هتعدي بشكل كامل، لو الديجري اوف سيميلاريتي مختلفه يبقى في عندي سام بروبابيلتي. طب البروبابيلتي دي بكام؟ سيادتك نقدر نحسب البروبابيلتي من خلال الانر برودكت. حضرتك عشان تحسب القصه دي امسك اي داتا من دول واعمل لهم انر برودكت مع اي واحده في الميجرمنت بيزز. يعني سيادتك امسك البلس مع الصفر او البلس مع الواحد، ما خلاص احنا عارفين ان الايه السام اوف بروبابيلتي ايكوال واحد، وبالتالي لو سيادتك عملت بلس مع صفر هيطلع لك بروبابيلتي، بقيه ال1 اكيد مع الواحد، مش كده؟ سيادتك امسك الماينس مع الصفر، سيادتك امسك الماينس مع الماينس، سيادتك امسك اي واحده من الفوتون ستيت مع واحده بس بالميجرمنت بيزز. ولنفترض مثلا تعالوا ناخد الايه؟ ناخد الصفر هنا، يعني سوري ناخد البلس من الفوتون ستيت ونعمل لها انر برودكت مع الصفر من الميجرمنت بيزز، وبالتالي حضرتك الرقم ده اللي جاي من الفوتون ستيت، ده الفوتون ستيت، وده هو اللي جاي من الميجرمنت بيزز. لو سيادتك عملت هنا انر برودكت ما بين الاثنين دول هيحصل ايه؟ فالصفر بتاع الميجرمنت بيزز اهو، والبلس بتاعت الداتا بتاعت الفوتون اهي. لو سيادتك عملت انر برودكت ما بين الاثنين اعتقد ده انر برودكت سهل جدا ما بيننا يعني بالنسبه لنا دلوقتي، وبالتالي انر برودكت هيطلع كام؟ هيطلع 1 اوفر سكوير روت 2. البروبابيلتي ان هو يتغير البلس يتغير للصفر هتبقى كام؟ السكوير روت بتاعت البروبابيلتي اللي هي هتطلع نص. وبالتالي الرقم ده بيقول لحضرتك ان البلس اللي هو ده البروبابيلتي ان هو يتحول للصفر 50%، البروبابيلتي طبعا بقيه البروبابيلتي واحد، يبقى بالتالي نفس البروبابيلتي ان البلس يتحول لل1 50% برضه. وبالتالي حضرتك عشان كده لما يبقى عندي بولارايزد لايت بالشكل ده ويعدي من ميجرمنت بيز بالشكل ده 50% يعدي 50% ما ايه؟ ما يعديش. عشان كده حضرتك حتى كنا في التجربه بتاع سنه اولى بنلاقي الاضاءه تضعف للنص.
هو ليه الإضاءة ضعفت للنص؟ لأن نص الفوتونز عدت ونص الفوتونز ما عدتش. طبعا بتبقى مش بالظبط 50% 50%، لكن تبقى اراوند 50% 50%. لو انت سيادتك عندك مجموعة فوتونز كتير، او يعني انت سيادتك ايه عندك مجموعة فوتونز كتير كده وكلهم بالشكل ده، وبالتالي حضرتك لما دول يعدوا من هنا انت وحظك بقى، اول واحدة عدت كده، تاني واحدة عدت كده، تالت واحدة عدت كده، رابع واحدة عدت كده، انت وايه انت وحظك بقى خلاص. وبالتالي 50% 50% فقط اللي بيعدي. طالما 50% 50% يبقى انا ما قدرتش اعمل اي ديتكشن لاي داتا كانت موجوده في الايه؟ في البولارايز. خلاص دي بقت راندوم جيس بشكل او باخر. الفكره ايه دلوقتي؟ الفكره ان اليس عايزه تبعت كي لبوب، كي بالشكل بتاع زمان خالص بتاع السيمتريك. وبالتالي اليس هتعمل ايه؟ اليس عندها كي، فاليس هتبعت السيكونس اوف بيت لبوب، ولكن هي السيكونس اوف بيت دي يا جماعه هتبقى ايه؟ هتبقى في الاخر هي باينري 1 0 1 1 0 1، هم في الاخر عايزين يتفقوا على الكي. وبالتالي اليس عندها كي بالشكل ده، فتبدا تعمل ايه؟ تبدا تمسك الواحد الاولاني وتبدا تعمله انكودنج عن طريق الريكت لينير بيزز او عن طريق الدايجونال بيزز بشكل ايه؟ بشكل راندوم. يعني هي هتحول الواحد يبقى فوتون بولارايز بالشكل ده، او الواحد فوتون بولارايزد بالشكل ده بس بشكل راندوم. خلاص الصفر يا اما هتخليها كده يا اما هتخليها كده بشكل ايه؟ بشكل راندوم. وبالتالي هي عندها كده الاضاءه وعندها الداتا اللي عايزه تبعتها سواء واحد سواء واحد او صفر. لو صفر هي هتختار ان هي تعدي الفوتون من الاخضر او تعدي الفوتون من الاصفر، ولو عندها واحد هتختار بشكل راندوم انها تعدي الفوتون من الازرق او تعدي الفوتون من الايه؟ او تعدي الفوتو من الاحمر. وبالتالي القصه دي بتتم بشكل راندوم تماما. الداتا لما توصل لبوب، بوب هيعمل ايه؟ بوب مش عارف الداتا جايه له باني بيزز، وبالتالي هو برضه بشكل راندوم هيستقبل الداتا يا اما باستخدام الميجرمنت بيزز بتاع الريكت لينير او الميجرمنت بيز بتاع الدايجونال. خد بالك ان احنا في الانكودنج عندي الاربعه ستيت، لكن لما باجي استقبل انا بستخدم الايه؟ انا بستخدم البيزز اللي هي بتبقى الفتحه فتحتين موجودين فيه، بحيث والله لو هي جايه لي هوريزونتال تعدي، لو جايه لي فيرتيكال تعدي، وهنا لو جايه لي 45 او ناقص او ناقص 45 تعدي. طيب القصه دي هتؤدي الى ايه؟ فكده احنا نقدر نتخيل كده ان الداتا اللي ماشيه في الفايبر اوبتكس دلوقتي بقت هي لايت، ولكنه ايه؟ ها؟ ولكنه بولارايزد، بيتبعت عادي على الفايبر اوبتكس، لانه في الاخر ايه؟ لانه في الاخر اضاءه فوتونز بشكل او باخر. عشان كده يمكن حتى الفكره بتاعت الكوانتم كي ديستريبيوشن سابقه الموضوع بتاع الكوانتم كومبيوتنج بفتره، يعني يمكن من سنه 2000 وفي شركات بتبيع كوميونيكيشن تكنولوجيز بالطريقه دي. الفكره بتاعت الكوانتم كي ديستريبيوشن سابقه موضوع الكوانتم كومبيوتنج بشكل او باخر. وبالتالي الداتا اللي هتتحرك على الفايبر اوبتكس هتبقى فوتونز بالشكل ده، وعلى حسب بقى بوب لما يجي يستقبل هيستخدم البيزز دي او يستخدم البيز دي. ولكن المشكله ايه؟ المشكله لو الفوتون اللي هو بيستقبله مش متوافق مع البيزز اللي هو اختاره علشان يستقبل بيه الداتا، الداتا هتتلخبط بشكل او باخر، مش كده؟ يعني انا لو عندي فوتون جاي لي كده وانا استقبلته بالبيزز دي، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان بشكل راندوم هو هيتحول راندوم هنا يعني 50% 50% هيتحول الى الايه؟ ها؟ هيتحول الى الفيرتيكال او هيتحول الى الهوريزونتال بنسبه 50% 50%. ده لما يجي يعدي من ده هيعدي بشكل مظبوط، ده لما يجي يعدي من ده لا ده هيبوظ، لان بنسبه 50% بنسبه 50% هيتحول الى صفر او واحد. هنا هيعدي سليم، هنا هيعدي سليم. خلاص واضحه القصه يا شباب؟ كل واحد ايه؟ وبالتالي في داتا عندي هتوصل بشكل سليم، لكن في داتا لو الفوتون البولارايزد فوتون مش متوافق مع الميجرمنت بيزز، فالداتا اللي هتعدي هتعدي بشكل ايه؟ هتعدي بشكل الله اعلم. على فكره الديتكتد ريزلت هنا سيادتك عند الحاجات اللي فيها اكس دي، حضرتك لو حطيت صفر او حطيت واحد الاثنين صح، ان فعليا الصفر او الواحد عند الـ عند الميس ميجرمنت الاثنين بيبقوا صح. يعني سيادتك هتقول ايه؟ والله اللي عدى هنا واحد، اقول لك ماشي، ما ممكن يكون اللي عدى هنا صفر برضه. خلاص؟ وبالتالي دي بتبقى 50% 50%، وبالتالي الداتا دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ايرور. وبالتالي جاست تو سمرايز، اليس هتبعت سيكونس اوف بيتس تو بوب،
by encoding each bit as a quantum state of photon. Alice randomly هتستخدم الريكتلينير او هتستخدم الدياجونال تي انكود الصفر او تو انكود الايه؟ تو انكود الواحد. وبالتالي هي عندها مثلا صفر واحد واحد، ادي عندها كود اهو، هي هتستخدم برضو الكلام ده راندوم، وبالتالي الصفر بناء على البولارايزر بتاعها تحولت الى كده، الواحد تحول الى كده، الواحد تحول الى كده، كل واحد فيهم هيتحول الى الشكل المتوافق مع الايه؟ مع البولارايزر بتاعه. طيب وبعدين بوب المفروض ان هو هيستقبل الكلام ده، لكن بوب مش عارف الداتا اللي جايه له شكلها ايه، وبالتالي بوب برضو هيبدا يستقبل الداتا بشكل راندوم، هو هيختار بشكل راندوم الميجرمنت بيز اللي هو هيستقبل بيها. وبالتالي اليس عندها صفر عملتها انكودنج باستخدام الريكتلينير تحول الفوتون للشكل ده. بوب بالصدفه، والقصه هنا بالصدفه يعني ايه؟ يعني 50% 50%، بالصدفه استقبلها باستخدام البيزز دي، وبالتالي الداتا عدت صح، وبالتالي بوب استقبل صفر. طيب مره ثانيه اليس عندها واحد، استخدمت البيزز دي او البولارايزر ده، وبالتالي الصفر بالنسبه لها بقى شكله كده، لكن بوب بالصدفه استخدمه عن طريق البيزز دي، وبالتالي ها هو عدى بنسبه 50% اب او 50% داون، وبالتالي بقى في عدم توافق بتوين الايه؟ عدم توافق بتوين الميجرمنت، يعني هنا ده مش متوافق مع ده، لكن ده متوافق مع ده، وبالتالي الداتا اللي بوب استقبلها صح. هنا الاثنين دول مش متوافقين، وبالتالي الداتا اللي استقبلها غلط. ها؟ غلط هنا ممكن تبقى صفر ممكن تبقى واحد، لكن هي في الاخر طالما مفيش توافق بتوين اللي اتبعت واللي تم استقباله، اذا مفيش توافق، وبالتالي الداتا دي نوت كوميتد، ما اقدرش اعتمد عليها. هنا مفيش توافق، لكن هنا في توافق، وبالتالي الداتا وصلت صح. هنا مفيش توافق، هنا في توافق، وبالتالي الداتا ايه؟ ها؟ الداتا وصلت صح. خلاص؟ وبالتالي هم دلوقتي عايزين يعرفوا هو ايه الداتا اللي بوب استقبلها صح علشان يبداوا يستخدموا از كي. هم مش هيستخدموا كل ده از كي، هم هيستخدموا بس النقاط اللي تم التوافق عليها. وبالتالي بعد ما عمليه الكوميونيكيشن دي تتم، ممكن يفتحوا بقى اوبن شانل، واليس تقول له بوب ايه؟ انا استخدمت في البيت الاولاني ريكتلينير. يقول لها اه، وانا استخدمت في البيت الاولاني ريكتلينير. خد بالك هنا هما ما بيقولوش انا استخدمت صفر او واحد، الكي هو الصفر او واحد، لكن هما بيتبادلوا معلومات البيزز. فا اه ريكتلينير وانا ريكتلينير، اذا الداتا اللي انت استقبلتها صح. هي هتقول له هنا انت انا استخدمت ريكتلينير. لا لا، بس انا استخدمت دياجونال. يبقى هو يديسكارد الايه؟ البيت دي من غير ما ايه؟ اه خلاص كده ما يستخدمهاش. هي تقول له هنا دياجونال دياجونال، يبقى الداتا دي صح. هنا دياجونال ريكتلينير، يبقى غلط. وبالتالي هما هيتبادلوا معلومات البيزز. المفروض البروبابيلتي بتقول لي ايه؟ هي استخدمت 50% ريكتلينير 50% دياجونال، وهو استقبل 50% راندوم ريكتلينير و 50% دياجونال، وبالتالي هما هيتوافقوا على 50% من الايه؟ على 50% من البيتس. وبالتالي الناتج بتاع العمليه دي ايه؟ هم عايزين مثلا كي، يستخدموا كي طوله 100,000، وهم يبعتوا 200,000 بت يتوافقوا على 100,000 منهم، هو ده اللي يتم استخدامه از كي، اللي هو 0 1 0 1 كده. الاثنين عندهم بقوا نفس الايه؟ الاثنين عندهم بقوا نفس الكي. الكي ده هو اللي يستخدم بعد كده في الايه؟ يستخدم بعد كده في التشفير بنفس طريقه السيمتريك اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي كانت اكس اور مع المسج. فاهمين القصه يا جماعه؟ هم خلاص توافقوا على كي، احنا الاثنين بقى عندنا نفس نسخه الكي، ما اضطرناش ان احنا نشوف بعض فيس تو فيس، وبالتالي نقدر ايه؟ نقدر نستخدم الكي ده فور كوميونيكيشن. لكن ممكن يحدث ان ايف في النص، ما بتسيبناش في حالنا ايف دايما، ايف في النص تحاول ان هي ايه؟ تتجسس على الداتا اللي موجوده دي. وبالتالي ايه تاثير ايف عندنا هنا؟ فتعالى كده، انا دخلت كده نفس الخطوه بتاعت اليس وبوب، اليس وبوب خدوا نفس الخطوات، لكن ايف عملت نفس الجوب اللي بوب كان بيعملها. يعني ايه؟ يعني هي بدات تاخد الفوتون بتاعت اليس وتعمله ميجرمنت، وعشان ما حدش يحس بحاجه اللي عملته ميجرمنت بعتته لبوب تاني. يعني هي بتبقى تاخد الداتا تعمل لها ميجرمنت وتقراها وترجع تبعتها لبوب. وبالتالي هي هنا عملت ميجرمنت بالبلس بالريكت لينير، فالداتا عندها طلعت بالشكل ده، بعتتها لبوب بالصدفه كلهم توافقوا على نفس البيزز، وبالتالي بوب ما حسش بحاجه.
خلاص. لكن برضو ايف هتقرر تستخدم الريكت لينير او الدياجونال 50% 50%، صح؟ وبالتالي هي عندها برضو نسبه 50% ان هي تبقى رونج، وبالتالي هنا هي غير متوافقه مع اليس، وبالتالي هي بعت الداتا غلط لبوب. هنا هي غير متوافقه مع اليس، غير متوافقه مع اليس، وبالتالي بعت الداتا غلط. هي غير متوافقه مع بوب، وبالتالي بقى في سم ايرور حصل في الايه؟ سم ايرور حصل في المسج. لما حضرتك تبص دلوقتي اليس وبوب مش حاسين بحاجه، مش كده؟ وبالتالي اليس متوافقه مع بوب هنا، وبالصدفه ايف متوافقه معاهم. لكن تيجي عند حاله هنا اليس متوافقه مع بوب، وبالتالي هيفترضوا ان الداتا صح، لكن ايف مختلفه عنهم، وبالتالي الداتا اللي وصلت ايه؟ الداتا اللي وصلت غلط. وبالتالي المفروض لو ايف تدخلت في النص هيحصل سام ايرور في الكي اللي وصل لايه؟ اللي وصل لبوب. طب هم ازاي يعرفوا ان في تجسس ولا مفيش تجسس؟ بمنتهى البساطه ان هم يتبادلوا حاجه اسمها الباريتي بيت. يعني ايه الباريتي بيت؟ يعني احنا بعد ما نتوافق على الكي، خلاص احنا الاثنين تبادلنا البيزز واتفقنا على الكي اللي المفروض صح، انا ممكن اقول لك حاجه اسمها الباريتي بيت. الباريتي ان بمنتهى البساطه حضرتك قول لي عدد الوحيد اللي موجود هنا ايه؟ يعني سيادتك لو انا قلت لك هنا ايه؟ في اثنين، في اثنين وحيد. الاثنين دول ما قالوليش اي حاجه عن الكي، لكن ان مجرد ان في اثنين من الوحيد. خلاص؟ طب لو ايف تدخلت في النص، المفروض كده الكي اللي وصل عند بوب هو 0001 بعد التدخل الايرور اللي ايه؟ اللي ايف عملته. لما بوب يبعت لاليس البارتي بتاعته هتبقى البارتي ايكوال كام؟ البارتي ايكوال 1. اذا في حاجه هنا غلط، لان هو لو طبيعي مفيش تجسس البارتي يبقى ايكوال 2. وبالتالي كل لما ايف تغلط كل ما الكاونتر بتاع البارتي ده يبقى فيه غلط. وبالتالي هم بعد ما يتبادلوا الكيز يقول لك البارتي عندك كام؟ 25. البارتي عندك كام؟ 25. يبقى احنا الاثنين متوافقين، يلا نبدا نعمل عمليه كوميونيكيشن. لكن لو البارتي فيه اختلاف يبقى فيه سامثينج رونج، وفي حد بيتجسس في الايه؟ بيتجسس في النص. خلي بالك ان بوب كان عنده فرصه 50% ان الكي يوصل له صح، مش كده؟ لكن بقى فيه ايرور في النص تاني 50% بسبب ايف. يعني من هنا خلينا نرجع كده، من اليس لبوب في نسبه 50% خطا، مش كده؟ لكن انا اقول لك من اليس لايف في 50%، ومن ايف لبوب في 50%. طب 50% 50%، وبالتالي نسبه ان اليس وبوب يتوافقوا على الكي في وجود ايف هو 25% بس. 50% ملتبلايد باي 50%، وبالتالي تطلع نسبه 25 ايه؟ 25%. وبالتالي لو احنا كترنا بقى عدد الكيز دي، البروبابيلتي ان يعني يحصل اختلاف في الباريتي بتوين اليس وبوب مع العدد الكبير من البيتس بنقدر نحسبه من خلال المعادله دي، ان هم ممكن قبل ما حتى يبداوا عمليه الكوميونيكيشن هم يعملوا تيست. تعالوا نجرب كده الشانل دي امنه ولا في فيها تجسس. فالمعادله البسيطه اللي انا وريتها لحضرتك دي لو بدانا نكررها على عدد كبير من البيتس، وبالتالي البروبابيلتي ان انا اكتشف ان في اختلاف ما بيني وما بينك باستخدام البيتس، باستخدام البارتي بيتس، بنطلعها من المعادله دي اللي هي 1 ناقص 3 على 4 تو ذا باور ان. ان هنا هي عدد الايه؟ ان هنا هي عدد البيتس. وبالتالي حضرتك شايف لو انا خليت الان دي بس 72 بت، وبالتالي انا بقى عندي نسبه عاليه جدا ان انا اكتشف ان في عمليه ايه؟ ان انا اكتشف ان في عمليه تجسس. خلاص؟ طبعا 72 دي بت دول ولا حاجه، ده انت حضرتك لما بتيجي توصل كده الايه؟ توصل كابل النتورك عشان تدخل على الانترنت، بيبقى في دايما في بدايه الايه؟ في بدايه الكوميونيكيشن بينك وما بين شركه الانترنت اللي انت تبعها حاجه اسمها نيجوشيشن او الهاند شيكينج بروتوكول، ان انتوا تقعدوا تتبادلوا كده شويه بيتس عشان تقعدوا تظبطوا شويه بارامترز بينك وما بينه. دي بتاخد عدد كبير جدا من البيتس على فكره. فانا بقول لحضرتك بعدد قليل جدا من البيتس احنا نقدر نكتشف ان في عمليه تجسس ولا لا بنسبه ايه؟ بنسبه عاليه جدا. وبالتالي عشان كده الكوميونيكيشن دي السكيورد الى حد كبير. تعالوا افرجكم الفيديو ده، ده يعني بيلخص لكم الايه؟ بيلخص لكم الموضوع كله يعني.
المفروض اللي طالع ده دلوقتي unpolarized ايه؟ unpolarized photons. بس هنا الفكرة في الفيديو مختلفة شوية عن الاكزامبل. هنا في عندي سيرفر بيبعت كي لأليس وبوب، يعني هو في بقى سيرفر اللي في النص هو اللي بيتولى عملية التوزيع. فالمفروض البولارايزد فوتون بتعدي كده من البولارايزر بشكل راندوم، وبالتالي الداتا يبدأ يحصل لها ايه؟ يبدأ يحصل لها انكودنج زي ما سيادتك شايف كده. الكلام ده بيتم بشكل راندوم تماما 50% 50%. بس كده عملية الكوميونيكيشن تمت. نبدأ بقى نراجع مع بعض احنا متوافقين في اني بيزز ومختلفين في اني بيزز. البيزز اللي احنا متوافقين عليها هي دي اللي نستخدمها، اللي مختلفين فيها نرميها اكنها مش موجودة. كده المفروض ان الاتنين بقى معاهم الايه؟ الكي، نستخدمه نفس الاستخدام في السيمتريك اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص. طيب ايه اللي هيحصل بقى في وجود ايف؟ بالك بس ايه الحاجات اللي حصل فيها يعني ايرور، الحاجات اللي هي فيها ايف ظاهره تحت اللي هي ايه دي كده، فيها حاجات فيها ايرور. طيب وقت ما بقى نيجي ايه نراجع مع بعض البيزز المستخدمة، المفروض ان في حاجات هيبقى فيها ايرور تبدأ تظهر من الايه؟ تبدأ تظهر من الباريتي بقى. خلاص لو سيادتك عديت الوحيد هنا والاصفار هنا ووحيد هنا واصفار هنا، لازم هيحصل ايه؟ لازم هيحصل يعني مس. انت المفروض بقى بينك وبين أليس هتقوله كده، والله لو نسبة الايرور بيننا وبين بعض عدت نسبة معينة يبقى القناة غير آمنة، لو الايرور ريت في من نسبة معينة وبالتالي النسبة ايه؟ النسبة آمنة. يعني خلينا ايه، خدوا بالكم بس من حاجة، البروتوكول ده مع انه يعني بسيط ويعني عمل ثورة في مجال الكوانتم كي ديستريبيوشن، وعلى فكرة بس قبل ما اقول لكم يعني الدايركشنز في الموضوع ده، الشركات اللي شغاله في الكوانتم كي ديستريبيوشن دي موجوده يمكن من سنه 2000. في عندنا شركات كتير جدا وبتبيع ديفايسز. مهم ان حضرتك تبقى فاهم القصه دي، يعني القصه دي ويل استابليش. الاندستري بتاع الكوانتم كي ديستريبيوشن موجوده، وموجوده بشكل ايه؟ موجوده بشكل كامل. لكن هل البروتوكول ده امن بشكل كامل؟ يجي عندنا اكتر من دايركشنز بقى في الريسيرش. في عندنا بعض الفلوز اللي ظهرت في هذا البروتوكول بسبب التكنولوجي. يعني ايه بسبب التكنولوجي؟ يعني خليني كده معلش ازود لكم سلايد واحده، لكن انت سيادتك تقدر ايه؟ تقدر تتخيل القصه بمنتهى البساطه. هو انا لو عندي صفر وقلت لك ان انا هعمل انكودنج للصفر دي، الفوتون بتاعها بالشكل ده. للاسف الميجرمنت او الديفايسز عندنا ما بتطلعش فوتون واحد، ما عندناش قدره ان احنا نطلع فوتون واحد.
ولكن بيطلع دايما حاجه اسمها ايه باس اوف فوتونز، بيطلع بقى ايه شويه حبه كتير كده على حسب دقه الديفايس، وبالتالي ده بيطلع فعليا ايه، بيطلع فعليا شويه كده. ولو حضرتك عندك صفر مثلا، لو عندك مثلا صفر بس صفر بالشكل التاني، وبالتالي بتطلع شويه فوتونز كده، سيادتك ما عادش عندك كوبي واحده من الفوتون. لو سيادتك عندك كوبي واحده من الفوتون، المفروض ان البروتوكول يبقى امن. ده قبل بعض الريسيرش اللي بدا يظهر، ومنهم يعني كانت ريسيرش ظهر من الجروب بتاعنا، ان حضرتك تقدر حتى من نسخه واحده من الفوتون حضرتك تقدر تديتكت تغير نسبه ال 50% 50% دي. عشان كده في بروتوكولز ظهرت بعد كده، يعني في بروتوكول اللي ظهر بعده كان اسمه اي 91، ده كان بيستخدم الانتانجلمنت بقى في الايه، في عمليه الكريبتوغرافي. ثم ظهر بعده مجموعه كبيره جدا من البروتوكولز اللي بتبقى دايما واحد يطلع بروتوكول واحد يطلع فلو واحد يطلع بروتوكول، فالقصه دايما زي لعبه القط والفار بتاع الكوانتم كريبتوغرافي اند كوانتم كوميونيكيشن. في مجموعه بروتوكولز كتيره جدا يعني بقت مور ادفانسد زان البي بي 84 اللي هو يمكن ده اول واحد ظهر فيهم، ولكن يعني ده انسبايرنج كل الشغل اللي حصل بعد كده. فيعني في عندنا مشاكل في البروتوكول ده، وات كان بي ديتكتد، في عندنا مشاكل من ناحيه الفيزيكال ومن ناحيه الماثماتكس كمان.